قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي الشمس طلعت في الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنكمل المفرش اللي بدأناه مع بعض. آخر سطر في الفيديو اللي فات، الفراغات دي هتبقى 8 فراغات لو عديناهم هنلاقيهم 8، والفراغ التاسع هشتغل فيه أعمدة. بعد كده هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهشتغل فراغ. وأعمدة في الفراغ. بعد كده هشتغل 7 فراغات. وهشتغل 10 أعمدة في بداية الأعمدة. ده أول عمود وده تاني عمود وهشتغل فراغين سلسلتين وسبع عمودين، وفي العمود التالت هشتغل عمود. وهشتغل فوق كل عمود عمود. وهشتغل أعمدة في الفراغ. وهشتغل فراغ في بداية الأعمدة. وهشتغل 7 أعمدة. وهشتغل أعمدة في الفراغ. وهشتغل فراغين وهشتغل فوق كل عمود عمود. وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغين. بعد كده هشتغل فوق كل فراغ فراغ. اشتغلت الفراغات وهشتغل فراغ فوق الأعمدة. هيبقى عندي 11 فراغ. بعد كده هشتغل 3 أعمدة في فراغ الصدفة، وهشتغل سلسلتين وتلات أعمدة. وهشتغل 7 سلاسل،
وهشتغل في الصدفة التانية، صدفة 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. وألف الشوك وهشتغل منزلقات لغاية ما أوصل لفراغ الصدفة. هرتفع 3 سلاسل وهشتغل عمودين. وهرتفع 4 سلاسل وهشتغل منزلقة. و3 أعمدة وهرتفع 10 سلاسل ويجي في السلسلة التانية واشتغل غرزة حشو. هسيب 3 سلاسل من البداية وباقي السلاسل هشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هشتغل عمود غير مكتمل، هاخد لفة على الإبرة واسحب غرزتين واخد لفة على الإبرة واشتغل العمود التاني واسحب لفتين وبعدين 3 لفات. بعد كده هرتفع 6 سلاسل وهشتغل غرزة حشو. في كل غرزة سلسلة غرزة حشو. وبعدين اثبتها هنا. بعد كده هرتفع 3 سلاسل وهشتغل هنا في الصدفة، صدفة 3 أعمدة وارتفع 4 سلاسل واشتغل منزلقة وبعدين اشتغل 3 أعمدة في نفس المكان. بعد كده هشتغل فراغ فوق الأعمدة وهشتغل فوق كل فراغ فراغ سلسلتين وعمود فوق العمود. هشتغل بقى دي كلها كده فراغات وفوق الأعمدة دي برضو لغاية ما اوصل للفراغين دول. اشتغلت 16 فراغ وهشتغل أعمدة في فراغين وهشتغل 7 أعمدة وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. وهشتغل فراغ فوق الفراغ. وهشتغل فوق كل عمود عمود.
هشتغل فوق كل عمود عمود، وفوق الفراغين دول فراغين، وفوق كل عمود عمود. بعد كده هشتغل 6 فراغات، وفي الفراغ السابع هشتغل أعمدة. وهرتفع 5 سلاسل، وهلف الشوك، وهشتغل فراغ فوق الأعمدة، وأعمدة في الفراغ. بعد كده هشتغل 5 فراغات. وهشتغل فوق كل عمود عمود، وهشتغل أعمدة في الفراغين. بعد كده هشتغل 4 أعمدة، وهشتغل فراغ، وهشتغل 7 أعمدة. وهشتغل أعمدة في الفراغ. وهشتغل فراغين. وهشتغل 7 أعمدة. وهشتغل فراغ في نهاية الأعمدة. هشتغل بقى دي كلها كده فراغات، فوق كل فراغ فراغ. اشتغلت 17 فراغ. هرتفع 5 سلاسل، وهشتغل فراغ فوق الفراغ، هشتغل 16 فراغ، والفراغ 17 هشتغل فيه أعمدة. بعد كده هشتغل فراغ، وهشتغل 4 أعمدة، وهشتغل فراغ، وهشتغل أعمدة في الفراغ. وهشتغل فوق كل عمود عمود، وأعمدة في الفراغ ده. بعد كده هشتغل فراغ، وهشتغل أعمدة،
وهشتغل في نهاية الأعمدة فراغ. لو عدينا الأعمدة دي هنلاقيها 13 عمود. بعد كده هشتغل فوق كل فراغ فراغ. اشتغلت 7 فراغات. بعد كده هشتغل هنا في الفراغ ده 3 أعمدة. سلسلتين 3 أعمدة. طبعا دي اتحفظت لأن دي الفراشات اللي في الجنب اشتغلناها مرتين، ودي المرة التالتة. هنشتغل 7 سلاسل. وهنشتغل برضو صدفة في الفراغ التاني 3 أعمدة. سلسلتين 3 أعمدة. هلف الشغل واشتغل منزلقة عشان اوصل لفراغ الصدفة. هرتفع 3 سلاسل وهشتغل عمودين. سلسلتين 3 أعمدة. وهرتفع برضو 7 سلاسل وهشتغل 3 أعمدة. سلسلتين 3 أعمدة. وهشتغل سلسلتين فراغ فوق الأعمدة. بعد كده هشتغل فوق كل فراغ فراغ. وهشتغل فراغ في بداية الأعمدة. لو عدينا الفراغات دي هنلاقيها 9 فراغات. بعد كده هنشتغل 7 أعمدة. وهشتغل فراغ في نهاية الأعمدة. وهشتغل أعمدة في الفراغ. وهشتغل 4 أعمدة في بداية الأعمدة. وهشتغل فراغ. وهشتغل فوق كل عمود عمود وأعمدة في الفراغ. وهشتغل 3 فراغات. وهشتغل أعمدة في الفراغ الرابع. وهشتغل 9 فراغات. وفي الفراغ العاشر هشتغل فيه أعمدة. بعد كده هشتغل 4 فراغات. والفراغ الخامس هشتغل فيه أعمدة.
هرتفع 5 سلاسل وهشتغل فراغ والأعمدة وأعمدة في الفراغ. هشتغل فراغين والفراغ التالت هشتغل فيه أعمدة. هشتغل دي كلها كده فراغات لغاية آخر فراغين قبل الأعمدة، هشتغل فيهم أعمدة. اشتغلت 8 فراغات والفراغ التاسع والعاشر اشتغلت فيهم أعمدة، وهشتغل 4 فراغات. بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود. اشتغلت فوق كل عمود عمود، دول 10 أعمدة، وفي نهاية الأعمدة اشتغلت فراغ. بعد كده هشتغل أعمدة في الفراغ. وهشتغل فراغ فوق الأعمدة. وهشتغل 4 أعمدة. وأعمدة في الفراغ. وهشتغل دي كلها كده فراغات لغاية ما اوصل للصدفة. اشتغلت 12 فراغ. بعد كده هشتغل صدفة 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. هشتغل 7 سلاسل وهشتغل برضو صدفة والصدفة التانية على طول. ان شاء الله الفيديو الجاي نكمل المفرش مع بعض. دمتم في حفظ ورعاية الله.